السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. اليوم بغيت نتشارك معكم واحد الطريقة سهلة بزاف وبسيطة بزاف ديال عملية دوي الأطفال على شكل بطريق. كنت داك العام درتو بالغلو ديال بابي تواليت، وهذا العام بغيت نديرو بلي بوتي، وغنوريكم الطريقة. تابعوا معايا حتى الاخر، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تبخلوش عليا باللايك الا عجبكم الفيديو، ديسلايك الا ما عجبكمش، ولي كومونتير ديالكم. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو: القرايه، الماء، يكونوا خاويين، الوليدات هما اللي غيعمروهم، هاد نصف دائره هو اللي غيكون الجناح ديال البطريق، وغنحتاجو الارجل على هاد الشكل هذا، وغنحتاجو المنقار. المنقار على هاد الشكل اللي في الجنب، وغنحتاجو الراس على شكل اسطواني ولا دائري، والوليدات هما اللي غيلصقوا العوينات، غيلصقوا النيف، وغيلصقوا دوك الشعيرات اللي في الراس، غيلصقوا الجناح، وغيلصقوا الارجل. وقبل ما يلصقوا غيعمروا القرعي بالماء، وغيديروا ليها الصباغه، وحنا غنديروا لاكول الغطا، نديروا الكولا مزيان، وغنسدوا الغطا باش ما يشربوش القرعيه الماء، يمشيو يحلوهم، خصوصا اللي عندهم الولاد قل من عامين ولا عامين.